انت انت حالي بحال انا كنهضر مع الرئيس انا كنشد دائما الرئيس بالنسبه للنقاش حنا فعلا كان بعد البنود اللي كنشوفوها كانت فيها 380 ولات فيها جوج تنقل ولات 3 مليون وكاين بنود اللي جات مراسله من عند السيد الوالي خصها خطاب السيد الوالي ما تكون واقعيين المراسله عندي فيها 300 مليون تحطات لينا 170 مليون صبحات اليوم 550 مليون سيدي باجي نعم خصنا كلمه على هذا المجلس الجامعي هذا المجلس الجامعي ديال تمارا شنو المشكل خص لينا المجلس ديال تمارا من البدايه من هذا ما كتاخذش المسائل في اطار قانوني ما كتعاملش المعامله ديال الناس تقول كدير اللي بغيتي يا الرئيس كدير اللي بغيتي يا الرئيس يتكون تقريبا 15 صفحه في اعتمادات ماليه ارقام ماليه كبيره سي الرئيس اليوم مطلوب منا كمستشارين يتقدموا بالمقترحات من اجل تجويد هذا المشروع ديال الميزانيه المشروع ديال الميزانيه حقيقه هنا نحيو السيد الوالي اللي قام برفض الميزانيه واعاده المجلس من اجل مناقشه من جديد لكن بالطريقه التي تعرض علينا الان توزع علينا السيد الرئيس هذا المشروع تيخلينا نتساءل السيد الرئيس واش المجلس ما تيديرش بالو الملاحظات ديال السيد الوالي السيد الوالي السيد الرئيس وهنا غنرجع للمراسله ديال الاخيره اش تنسيبو على الميزانيه تيقول الزياده في الاعتمادات المخصصه لبعض المصاريف دون استحقاق قواعد المحكمه والنجاعه في وضع الميزانيه وترشيد النفقات وتوجيه فوائد الميزانيه لانجاز مشاريع التنميه المحليه اليوم كنشوفكم سيد الرئيس تحاول تغلطوا الراي العام تحاول تغلطوا الساكنه ديال تمارا تقولوا ان السيد الوالي رجع لكم الميزانيه على اساس انها ما ضمنتوش احكام دول عليكم في الاحكام واحكام قضائيه السيد الوالي المراسله ديال السيد الرئيس وكل متاخرات المراسله ديال السيد الوالي السيد الرئيس ديال الوالي راه تقول لكم الحكمه الجيده ما كايناش النجاعه ما كايناش ترشيد النفقات ما كاينش واش نتوما سيد الرئيس غادي نسالكم واش هاد الاتفاقيه تديروها المشروع الميزانيه تديروها باش تبرير الاتفاقيه ديال كره القدم راه الساكنه ما عندناش على كره القدم سيد الرئيس الساكنه تنتظر مشاريع تنمويه اللي غادي تاهل المدينه ديال تمارا تنتظر سيد الرئيس مجموعه تاع مجموعه من المرافق حنا سيد الرئيس ما عندناش ماشي كل دوره غادي نجيو خاص بلان نديرو اتفاقيه ديال كره القدم وكل مره هاد الاتفاقيه تم النفخ فيها هاد الاتفاقيه سيد الرئيس اليوم تجيو دابا 550 الف درهم سيد الرئيس مليون درهم حنا ما عندناش سيد الرئيس على الكره ديال القدم اذا كان مفروض عليكم سيد الرئيس هذا الشيء من بعد العرض على الناس تسمعوا هذا الشيء هذا سيد الرئيس تيقول لك هذا الوضع هذا المبلغ هذا فرض عليكم من بعد الاعضاء ديال الاغلبيه سيد الرئيس هاد الاعضاء ديال الاغلبيه سيد الرئيس لا كانوا هما اللي كيسيروا المجلس وهما اللي كيتحكموا في المال العام ديال تمارا وصافي السيد الرئيس حنا كما قال سيدي باجي نصدق لهم شي حاجه نخليهم خلوا لهم الكره وخلي الساكنه خلي الاداره خلي الخدمات الاجتماعيه خلي تاهيل الجماعه والتنميه ديالها ونمشيو مع الكره هاد الكره سيد الرئيس اش دار في مدينه تمارا الفرق في اسفل الترتيب وغادي نعطيهم حنا 550 في حين ان الشوارع مظلمه وشوفوا الشوارع سيد الرئيس فين هو برنامج عمل الجماعه برنامج عمل الجماعه جيتوش ما درتو اوراش وكذا كذا الى اخره نسيتوه اليوم تجيو تقول لنا الكره خاصها 550 وانا لعبة سيد الرئيس هذا شكرا كما قال السيد راه المجلس ما فيش غير الكره فيه زعما في مسائل اخرى والمشكل هو ان تدخلات المعارضه ديال السي الزقا خلى كاع البنود ما عندهاش غير مشى باقي على الكره اذا هو هي التي تسيل اللعاب هي التي تسيل اللعاب هذا المجلس هو الذي كان في هذا المجلس
والله ما عندي في حاجه انت. نحن ما عندناش ميزانيه باش قسم الاعتماد ديال الاناره ديال الزفت وتبقى جيتي حتى الكره بوحدها دوبلتيها 550 مليون وفريق باسم الترتيب كيلعب في الهوات وفي الهوات لا حالة باغي نبدا النظام استني عندك تما استني عندك تما استني بعدا استني 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 على بقيوة على الجامعة ديال الهوم ديال التيكواندو وديروا اتفاقية تبعوا نفوزوا عليها علاش كرة القدم كاينة في المدينة والله ما كتحشم بالله.